مرض استشرى في البلاد قبل الثورة وظل بعدها هو الفساد، ينخر أجهزة الدولة التونسية ومؤسساتها الرسمية. قبل الثورة احتلت تونس المرتبة 59 في قائمة الدول الفاسدة. بعد الثورة تراجعت مراتب عدة. لا يقتصر خطر سوس الفساد على النواحي الاقتصادية، بل يؤثر سياسياً على العلاقة ما بين الدولة والمواطنين، وله جوانب أمنية في غاية الخطورة. ولذا فإن محاربة هذه الظاهرة شرط لاستكمال الدرب الديمقراطي، شرط النأي عن الانتقائية في التعامل مع المفسدين. في هذه الحلقة من جدل نسأل: هل الحرب ضد الفساد في تونس عقيدة حقيقية أم صراع أجنحة؟ أهلا بكم. أعطى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد خلال اجتماعه مع وزراء السيادة يوم السبت في 11 من نوفمبر توصياته بالتشديد في قضايا ملفات الفساد. الحكومة كانت قد شنت حملة اعتقالات في صفوف رجال أعمال وسياسيين على خلفية الاشتباه بتورطهم في قضايا فساد. ورغم أن منظمة الشفافية الدولية أشارت إلى تحسن طفيف في مؤشر مدركات الفساد في تونس، إلا أن المنظمة ترى أن الطريق لا يزال طويلا من أجل وضع ركائز فاعلة في مكافحة الفساد. فهل توجد جدية لدى الحكومة في ملف مكافحة الفساد، أم أن إجراءاتها انتقائية بهدف تصفية حسابات سياسية؟ يشاركني في هذه الحلقة السيد محمد العيادي، قاض وعضو مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. أهلا بك أستاذ محمد. مرحبا. الرأي الذي يقول إن الحكومة جادة في مكافحة الفساد يمثله كل من السيد حسن العماري رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة ومقاومة الفساد في البرلمان. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا. أيضا لارا العويني ناشطة في المجتمع المدني، وماهر الصمعي محامي. أهلا بكم. أما الرأي الذي يقول إن الحرب على الفساد ليست جدية فيمثله كل من السيد محمد عبو قيادي في حزب التيار الديمقراطي المعارض. أهلا بك سيد محمد. انتصار العرفاوي مستشارة قانونية في منظمة أنا يقظ، وأنيس المناعي ناشط في المجتمع المدني. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك أستاذ محمد. تقرير للبنك الدولي حذر من تزايد الكسب غير المشروع منذ الثورة 2011. لماذا اتسع حجم الفساد والرشوة وتفاقم الاقتصاد الموازي بعد الثورة واستشرى في كل القطاعات إجمالا؟ شكرا على هذه الاستضافة. في الحقيقة يعني تفكيك منظومة الفساد في تونس بعد الثورة هو من الملفات الحارقة ومن المطالب الشعبية والجماهيرية التي نادت بها، تنادي بها جميع الأصوات وتنادي بها جميع مكونات المجتمع المدني، وهو مطمح جميع حتى يعني الأحزاب السياسية والحكومات. ورفعت الشعارات، رفعت شعارات مكافحة الفساد منذ 2011 إلى هذا اليوم. نعم. من حكومة إلى حكومة. بقي أن التعامل الحقيقي والجدي مع هذا الملف يختلف بحسب الفترات الزمنية هذه، وثم هينات وثم صعوبات وثم نجاحات وثم اخفاقات للأمانة. والأسباب يعني تنامي الفساد، يعني المفروض أنه بعد الثورة الفساد ينخفض باعتبار أنه سبب الفساد وهو النظام السابق وحاشيته وعائلته قد اضمحل هذا السبب وحلت عوضه يعني مؤسسات ديمقراطية ونظام سياسي جديد يقوم على الشفافية وعلى الديمقراطية وعلى الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. لكن منسوب الفساد حسب التقارير الدولية وحسب الواقع التونسي ولا ما نكروهاش ارتفع، وحسب الإحصائيات الرسمية. والأسباب قد تكون يعني أحيانا نجد لها أسباب مبررة على أساس وأنه بمجرد الثورة هنالك انحلال في المؤسسات، هنالك ضعف في مؤسسة الدولة كالجسم المنهك المريض الذي تتك به بعض العاهات،
وبالتالي هنالك عوامل من هذا الجانب خلات الدولة يعني ما تقدرش تسيطر على الوضع، ثم أنه المشهد السياسي والمشهد تركز نحو يعني استجابة لمطالب شعبية واحتجاجات وإلى غير ذلك، وكذلك نحو إصلاحات سياسية وتأسيس مؤسسات الدولة، وجهود الدولة لم تتركز نحو إيجاد سياسة حقيقية واستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. لهذا السبب تم استغلال هذا الوضع، هذا الفراغ، و يعني كثرت يعني نسب الفساد. على كل حال المشهد متغير والمجتمع المدني في تونس متيقظ، ورغم الكبوات ورغم الهزائم في حرب على الفساد نأمل في كل مرة أنه أن النسق يعود، يعني هنالك أكثر جدية في التعامل مع هذا الملف. نعم، الجدية تنبع من التشريعات التي تم إصدارها مؤخرا. التشريعات يعني هي يعني ثم نقاط إيجابية في التشريعات اللي صدرت، يعني في 2015 صدروا العديد من النصوص كما نقول احنا قانون النفاذ للمعلومة، قانون أساسي النفاذ للمعلومة، ثم تأسيس لقطب قضائي، قانون حماية المبلغين، ثم مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع الذي يعكف على مناقشته مجلس النواب الشعب هذه الأيام. هنالك تشريعات يعني تطورت، هذاك علاش حتى ترانسبيرانسي انترناسيونال اشارت الى هنالك تحسن ملحوظ. نعم، في مجهود مكافحة الفساد في تونس، لكن واحدة تقدمت، لكن هذا التقدم هو نسبي والطريق ما زالت طويلة، لانه هنالك العديد من التحديات في على مستوى هذا الملف. أستاذ حسن، يعني تحدث السيد محمد عن جملة من التشريعات التي تظهر جدية الحكومة في مكافحة الفساد. لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة ومقاومة الفساد في البرلمان وأنت رئيسها، ما إسهاماتها في هذا المجال وما هي التشريعات التي يتم مناقشتها حاليا؟ أولا نحب نقول أنه اللجنة لجنة خاصة وليست لجنة قارة، وهذا فما فرق ما بين اللجان الخاصة واللجان القارة. اللجنة الخاصة هي دورها رقابي. نعم. ونحن بصدد فتح عديد الملفات منذ فترة لمؤسسات بعينها، لمنظومات ومثل منظومة الدعم، مثل يعني المؤسسات والمنشآت العمومية. هذا دورنا الرقابي، نمارسه في دورنا الرقابي، وهذا ما يمنعناش من أنه نطلب إبداء الرأي في كل القوانين في علاقة بمحاربة الفساد وفي علاقة بالإصلاح الإداري وفي علاقة بالحوكمة الرشيدة. قلت نحب نرجع نتفاعل معك شوية، هو أنه البداية بعد الثورة المسار الانتقالي الخاطئ، مسار انتقالي اخترنا طريق ممكن خاطئ، هذا خلى وتبعته أشياء أخرى. في المسار الانتقالي الخاطئ هذا تبعته أشياء أخرى، لأنه انتج عليه غياب الدولة في فترة ما، غابت الدولة التونسية، لأنه كل إنسان تتوجه له يقول لك أنا في حكم مؤقت كيف، وهذا أهم معطى هو تأسيس المرفق القضائي. لأنه وإحنا نحكيه على محاربة الفساد، فما عديد الملفات اللي هي اليوم ملك السلطة معناها تحت تصرف القضاء، لكن لم يقع البت إلا في 10-15% من هذه الملفات. هذا أيضا ساهم عدم استقلال القضاء، ساهم لأنه الإحساس بعدم العقوبة، أو الإنسان وقت يحس بنفسه أنه يقوم بأي شيء بدون أنه يعاقب أو يحاسب على العمل هذا، فهذا يخلق. هذا ما خلى مجلس نواب الشعب منذ يعني بداية انطلاق أعماله في بداية 2015 انكب على القوانين اللي في علاقة بمكافحة الفساد. بداء بقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، بداء يعني بترسانة كبيرة من القوانين اللي كانت حلم في تونس، فاليوم أصبحت واقع يعني، وما زالت جزء بسيط اللي هو كما كان يتكلم سي محمد، مكافحة الإثراء الغير مشروع وتضارب الإثراء الفاحش وتضارب المصالح، كل هذا ما زالت قوانين أخرى. لأنه ما نجموش نحكوا على محاربة فساد حقيقية وفعلية ومعناها برؤية واضحة بدون ترسانة متاع تشريعات. نعرف أيضا أنه أصعب الأمور هي بدايتها، وبدايتها حصلت الآن، ولم يتجرأ ولو حكومة بعد الثورة ولو مسؤول بعد الثورة أنه توجه مباشرة. كانت الحاجة الوحيدة ممكن التي استعملت هي أنه استعملنا الفساد والحديث عن الفساد والحديث على منظومة الفساد
لغايات أخرى. نعم. سأستخدم العبارة اللي قلتها، ترسانة من التشريعات. أستاذ محمد، هل هذا يكفي؟ يعني هل ترسانة التشريعات تظهر جدية من قبل الحكومة في مكافحة الفساد؟ لا، أولا ليست هناك ترسانة تشريعات. ترسانة تشريعات وجدت سنة 2011 على سبيل المثال، بعض النصوص خاصة ترتيبية سنة 2012. 2015 لم تكن هناك ترسانة، هناك قانون أساسا، القانون المتعلق بحماية المبالغين، هذا جيد، أبطأ كثيرا في ظل هذه الحكومة التي تحكم منذ 3 سنوات تقريبا، أو الأغلبية التي تحكم منذ 3 سنوات، يعني منذ بداية 2015. ولم يقع تمرير قانون آخر، ربما قانون هيئة مكافحة الفساد، مع العلم أن نفس الحكومة التي قدمت مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد هي التي عرقلت تطبيق المرسوم عدد 120، مرسوم الإطار لمكافحة الفساد، الذي ينص على لجنة معينة أو على هيكل معين داخل هيئة مكافحة الفساد الموجودة حاليا، يسمح لها بالقيام بجملة من الأعمال التي هي مقولة عادة للقضاة، التفتيش والحجز إلى آخره. يعني كل الحكومات في حقيقة الأمر تآمرت على هذه الهيئة ولم تصدر يوما هذا الأمر، وبالتالي ليس هناك جهاز تقصي اليوم في تونس، لأن كل الحكومات لم ترد أن تعطي لهيئة مستقلة صلاحية أن تذهب للبحث. يعني حكومة متضاربة، من ناحية هي تريد أن تمر القانون لأنها ملزمة بذلك، أن الدستور ينص على أنه يجب أن تكون هناك هيئة لمكافحة الفساد، وتم تمرير هذا القانون على كل حال وقع طعن فيه، وعلى كل حال المحكمة اعتبرت أنه دستوري ولن نناقض ذلك. ولكن نفس هذه الحكومة هي لمدة على الأقل 3 سنوات ومن قبلها أيضا تآمروا على هيئة معينة ولم يجعلوا في بأيديها جهاز تنفيذي. غير ذلك لم يوجد، طبعا هذا الجهاز لم يوجد إطلاقا، يعني لن تستطيع أن تجدين من يقول لك أنه هذا الجهاز وجد، لم يوجد. يعني باختصار يريدون أن يعرقلوا كل جهاز قادر على مكافحة الفساد. قانون الشفافية والإثراء غير الشرعي هو مشروع وقع تقديمي في حكومة السيد حمد جبالي من طرفي في سنة 2012 عندما كنت عضو في هذه الحكومة. بعد ذلك رفض في تلك الحكومة، استقلت من الحكومة، قدمت هذا المشروع بعد تعديله لمجلس التأسيسي في سنة 2012. انتهى المجلس التأسيسي وأكمل أعماله في نهاية 2014، وكما قلت لهم أنتم لن تستطيعوا تمرير هذا القانون لأنه يؤدي ببعضكم إلى السجن بكل بساطة. وعندما قدمت هذا المشروع أيضا تحديتهم، قلت لأنكم لن تستطيعوا تقديم هذا المشروع في هذه الأغلبية، لأنه بكل بساطة سيجعل الكثير منكم يحاسبون، حتى أحزابكم الحاكمة التي تمول بشكل غير قانوني ستحاسب. قانون يقع إبعاده، وتأتي رئاسة الحكومة بمشروع آخر بنفس العنوان، هو قانون إشراء إفراغ وكفحة الشفافية والإفراغ غير الشرعي، تضارب المصالح، مسألة مهمة طبعا. الفرق بين القانونين، في قانوننا نحن يعاقب الموظف، يعاقب الصحفي، يعاقب صاحب المؤسسة الإعلامية، يعاقب المسؤول على الجمعية، يعاقب مسؤول على الأحزاب. كل هذه الأطراف هي أطراف الفساد في تونس اليوم، ليس كل هذه الأطراف فاسدة طبعا، ولكن كل هذه الأطراف هي المسؤولة على الفساد في تونس. هؤلاء يعاقبون من أجل إفراغ غير الشرعي إذا ما ثبت أنهم ينفقون أكثر مما يسجلون المداخيل. نعم، بالنسبة أيضا بصلاح، ولكن يعني نرى بأن الحكومة تقوم بالفعل بإجراءات في اعتقالات بصفوف رجال هذا موضوع آخر، هذا لا جزء آخر سنتحدث فيه، جزء مهم جدا لأنه هذا الأساس. يعني أنا أتحدث عن التشريعات، هذا أردت أن أؤكد لك أمرا ما، المسألة تتعلق بالتشريعات ليس صحيحة، هذا ما أردت إبرازه. مسألة ثانية فيما يخص التشريعات، وسأتي للحملة بعدين. فيما يخص التشريعات، حاليا هناك إشكالية جدية في تونس تتعلق بأجهزة الرقابة وأجهزة التفقد. أجهزة الرقابة لم تتغير قوانينها، الحقيقة تغيرت قوانينها في فترة معينة في ترويكا، يعني هناك مشروع عددته أنا بالنسبة لهيئة رقابية معينة، أكملت الحكومة بعد ذلك هيئة رقابية ثانية، ولم تتغير وضعيتهم، لم يصبح لديهم مثل إمكانية التعهد التلقائي. نعم. يبقى نعم. ينتظر رئيس الحكومة أو على كل حال رئيس الحكومة من فوق التفويض له ليأذنه بالبحث، إذا لم يأتي له الإذن فإنه لا يستطيع أن يتحرك. نفس الشيء بالنسبة للتفقديات، أنا المقترح الذي قدمته سنة 2012 ورفض ساعتها برئيس الحكومة، تمنيت أن رئيس الحكومة هو يدعي حاليا أنه يقاوم الفساد أن يقع تمريره، وهو الآتي: كل أجهزة التفقد التابعة للوزارات تصبح تابعة لرئيس الحكومة، تبقى عمليا في الوزارات ولكنها تابعة لرئيس الحكومة حتى يضمن لها استقلاليتها، التعهد التلقائي وتحسين الأوضاع. في تونس في هذه اللحظة هناك تفقديات لوزارات ذات أهمية فيها موظفين فقط، تفقدية لمقاومة الفساد فيها موظفين، أكبر تفقدية عندنا في تونس تابعة لوزارة المالية فيها 30 متفقد، وزارة المالية وما أدراك فيها 30 متفقد. نعم. وهذه أكبر تفقدية، البقية متفقد أو اثنين. هذا شيء موضوع حملة مكافحة الفساد إذا تحب ربما طبعا، يعني لأنه هذا الموضوع الأساسي ننتهي من موضوع التشريعات. لارا، بالنسبة للاعتقالات، الاعتقالات في صفوف رجال أعمال أيضا سياسيين، رجال أعمال مولوا حملات انتخابية لأحزاب سياسية مهمة ومنها نداء تونس، أليس ذلك مؤشر على أنه في نوع من الصراع أجنحة داخل الأحزاب السياسية، وأنه تأتي في إطار تجاذبات سياسية بين الأحزاب الموجودة في تونس؟ الحق أنا ضد الكلام اللي قلته، خاطر الحرب على الفساد كعنوان هو جرأة،
جرأة في حد ذاتها ما كانتش موجودة وهي سابقة أولى في تونس بعد الثورة. الشعب التونسي عايش الآن انتفاضة، انتفاضة ما كانتش موجودة قبل، خليته أنه أولا الحرب على الفساد خليته أنه يندمج يعني السيد رئيس الحكومة، الحرب على الفساد وإصراره على إدماج الرأي العام في الحرب على الفساد أنه عاونته باش يكون جدي أكثر من الكلام اللي تقول فيه. بالنسبة للإيقافات الأخيرة هي جدية، وهي أي مواطن عادي يتفرج في الأسماء الموقوفين والمشبوهين في حالة فساد تكون حالة صدمة، لأنه هذه سابقة أولى في تونس، أسماء معروفين، أسماء كبيرة، مهربين كبار. الإيقافات كانت أعطت شحنة للرأي العام وأعطت شحنة للشعب التونسي وأكدت له على جدية الحرب على الفساد الآن في تونس. انتصار، منظمة أنا يقظ كان لها ملاحظات فيما يخص التقرير الصادر ب 2011 تكلم عنه السيد محمد، وأنت قلتوا في المنظمة أن هناك ملفات فساد معلنة في التقرير حول الفساد يتم تجاهلها من قبل الحكومة. بالضبط. ما أبرز هذه الملفات يعني حتى نكون أكثر دقة؟ هو لم يقف حتى أنه تم الصمت عن هذه الملفات، لكن تم إدراج وإدماج مجموعة من الأشخاص مذكورين في لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، تم إدماجهم في العمل السياسي الآن. نحكيه في برهان بسيس مذكور في تقرير سي عبد الفتاح عمر، والآن هو ناطق رسمي لحزب نداء تونس، وله قضية ما زالت في التحقيق أمام القضاء القضائي المالي والإداري. هذه نوع من الإشكال اللي نحكي عليهم نحن تو. الإشكال هل أنه الحرب على الفساد جدية أم ليست جدية؟ لا يمكن اعتبار الحرب على الفساد جدية، خاصة بعد بروز أن شفيق جرية الذي تم إيقافه بسبب تآمر على أمن الدولة. الإشكال الآخر أنه هناك جرس إنذار، هناك إنذار وجرس كبير يرن حول تعامل الدولة مع الأشخاص الفاسدين. اليوم نلقى وزير الداخلية سابق تعامل مع شفيق جرية ومنها مسؤولين كبيرين في الأمن تعاملوا مع شفيق جرية وسهلوا له البيبان. اليوم الدولة تتعامل مع الفاسدين، لكن النقطة الإيجابية أنه فما لزان تشابه، فما عبيد كانت فوق القانون اليوم طبق عليها نوعا ما القانون، لكن هذا هل أنه يكفي؟ لا يكفي، خاصة بعد تمرير قانون المصالحة الإدارية. كما سمعت قبل كاس حسن العميري قال راهو تحطوا في نفس السلة، لا راهو الإداريين الصحاح اللي كانوا نظاف راهو خدموا بالحق بين الثورة وقعدوا يخدموا، لكن الإداريين الفاسدين سكروا ببينهم وخافوا وخرجوا. اليوم كما قال سي شوقي طبيب نقتبس القول نتاعو، اليوم الإداري اللي خاف أنه يمضي على حاجة في المصلحة العامة هو إداري خائن وفاسد. هذاك علاش اليوم قانون المصالحة جاء أثار ضجة وطنية وتونسية وضجة دولية. اليوم نحكي ونقولوا باش نحسنوا الاستثمار، نشوفوا مؤتمر الاستثمار الأخير في أربعة من الناس مستثمرين توانسة ما همش أجانب. راهو لا يمكن تحسين الاستثمار ولا الحرب على الفساد اللي هي أنت تعتبرها شجاعة في حد ذاتها، لكن بقات شعار ولم تنطلق في الحرب الصحيحة. نعطيك مثال آخر، اليوم معنا إشكال آخر، حتى قانون الإثراء غير مشروع وتضارب المصالح والتسريح بالمكاسب في الأسبوع الفائت أمام مجلس نواب الشعب، جي حزب نداء تونس يعمل مطلب لإلغاء النظر فيه مقابلة مقارنة دقيقة برقة. مش إلغاء، لا مو من غير الرأي العام، تأجيل النظر فيه، تأجيل النظر أولوية فيه لقانون مع العلم أنه نفس مجلس نواب الشعب قال أنه شنظر فيه في أجل 7 أيام ولا يمكن لهم استماع إلى إلى المجتمع المدني. بعد تغير الموقف وقال ناس نستمعوا للمجتمع المدني. تأجيل النظر في مشروع قانون كيف من هكا ذو أهمية كبيرة، ونحن نعتبره متأخرين جدا، خاصة بعد تصريح رئيس الحكومة سي يوسف شاهد قال أنه في موفى ديسمبر 2016 يكون قانون شفافية الحياة العامة اللي هو الإثراء غير مشروع والتصريح بالمكاسب وتضارب المصالح موجود ونجم نطبقوه. لهنا عنا إشكال آخر على مستوى الترسانة القانونية. الترسانة القانونية موجودة مش موجودة، لكن عنا معضلة كبيرة في تونس. عنا قوانين من أحسن القوانين في العالم، لكن على مستوى التطبيقي راهو نحن من أتعس الدول. ما بيتم تفعيلها؟ لا يمكن، لا مش المشكلة، أو لا تعطى صلاحيات. بالضبط، نلقاه نحن كما قانون حماية المبلغين. اليوم نرجع للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فيها زوز نقاط. نقاط هو اللجان الداخلية المختصة
لازمهم في ظرف 6 شهور يعلنوا على اللجان الداخلية المختصة التي يجب أن تكون داخل الوزارات. نعم. اليوم 38 مؤسسة من مؤسسة الدولة من أكثر من 100 جاوبوا بركة، أنا ما عنديش برشا ناس تتفاعل، إلى جانب النصوص التطبيقية. اليوم عنا قطب القضاء المالي والإداري، اليوم عنا قانون ينظمه وعنا نصوص تطبيقية متاعه غير موجودة، يقول لك طبقوا، أما ما تنجمش تطبقوا، ما تنجمش تخلي القاضي متخلي على القضايا الأخرين، ما تنجمش توافد دي زيكسبير وأنت ما عندكش نص تطبيقي يخليك تخدم. هذه نوع من أنواع اللي تخلينا نقول يعني هذه هي العوائق التي تقف أمام بالضبط تحقيق هذه الحملة لأهدافها. لذلك أسأل ماهر، ما شروط نجاح حملة مكافحة الفساد؟ قبل كل شيء يجب أن نذكر بأن تونس لا تعيش في فترة طبيعية، نحن بلد لا يزال يعني متأثر بالثورة، الثورة يعني مر عليها 6 سنوات ونيف، وبالرغم من ذلك فهي تحسنت في الترتيب حسب منظمة الشفافية العالمية، وهذا يحسب إليها. يعني بالنسبة مقارنة بدول تعيش فترة طبيعية، دولة تتحسن في الترتيب هذا جيد. المعيار الذي استعملته منظمة الشفافية العالمية هي جهود الدولة لمقاومة الفساد، يعني بالنسبة للتشريعات هناك ما الأستاذ محمد عبو قال بأنه لا يوجد يعني ترسانة من التشريعات. نعم. الترسانة موجودة، يعني حتى للتذكير هناك فصول كثيرة تتحدث عن مقاومة الفساد متعلقة بالفساد، حتى في المجلة الجزائية التونسية تتعلق بالاختلاس تتعلق بالرشوة، هي موجودة. لكن بعد ذلك 2015 نحكي من 2015 جاي المجلة الجزائية تحكي عليها 1913 وتنقحت عام 98 إلى آخره، أنا نحكي من 2015 خلينا من التاريخ. بالنسبة شكرا. بالنسبة للنصوص التي تم تشريعها يعني مرت على مجلس النواب وتمت المصادقة عليها، مثل قانون الذي سيمر قريبا المتعلق بالكسب الغير المشروع، والقانون الذي مر بالنسبة للمتعلق بحماية المبلغين اللي هو مارس 2017، هذه القوانين هي موجودة كأبواب في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد. هذه الاتفاقية تم يعني التصويت عليها في الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2003، وتمت المصادقة عليها بقانون في تونس 2008، الثورة جت في 2011، يعني حتى من القوانين هذه هي مذكورة في الاتفاقية الأممية التي تعتبر حديثة. بالنسبة للشروط باش نجي، القوانين ممتازة لكن آليات تطبيقها غائبة. آليات تطبيقها هي لغياب النصوص التطبيقية كما قالت الأخت، وهذا طبيعي، يعني احنا نحط القانون الإطاري وبعد ذلك تأتي النصوص التطبيقية لها. ولكن يجب أن نذكر كذلك بأن هناك موروث لمنظومة، يعني إدارة هي موجودة في تونس، يعني تعودت على نسق معين من العمل. يعني أتحدث عندما أقول منظومة إدارية يعني أتحدث كذلك عن المنظومة القضائية، بحثنا لهنا عضو يعني قاضي السيد. المنظومة القضائية في تونس تتسم بالبطء، وذا نابع على موروث تاريخي. لذلك هناك بعض القضاة يعترفون بفشل المنظومة القضائية في مقاومة الفساد، يعني يجب أن نعطي الإمكانيات اللازمة وجميع إمكانيات اللوجستية والبشرية حتى يتم اللوجستية والبشرية. طيب هذا السؤال أيضا أطرحه على أنيس، يعني بقول لك عندك موروث تاريخي وبالتالي في منظومة كانت قائمة بعهد بن علي لا يعني لا تستطيع الدولة أو مؤسساتها التخلص منها حاليا، لذلك يجب أن تعطوا فرصة أكبر للحكومة حتى تقوم بواجبها تجاه هذه الحملة، حملة مكافحة الفساد. يعني ست أعوام من 2011 لا تكفي في مسألة محاربة الفساد. نحب نحط المسألة في إطارها، محاربة الفساد على المستوى السياسي المالي أو والإداري. ماذا قدمت حكومة يوسف الشاهد الذي أعلن الحرب على الفساد في هذه المستويات الثلاث؟ ظهالي إذا كان اليوم مستوى السياسي السيد يوسف الشاهد ابن الحزب الأكثر ارتباط بشبهات الفساد. في المسألة السياسية أيضا نلقاو الوزارات، نلقاو في الدواوين، نلقاو في جملة الهياكل السياسية شبهات فساد يعني متعددة جدا ويطول حتى الحديث فيها. في المسألة المالية ارتباطات حزب السيد يوسف الشاهد أو الحزب الذي ينتمي له بلوبيات ومافيات الفساد والممولين لهذا الحزب.
المسألة الإدارية أيضا ظهر اليوم نعيش في نفس الإشكاليات الإدارية من فساد من بيروقراطية، والسيد يوسف الشاهد على رأس هذه الحكومة أو هذه الإدارة، إن كان هناك نية أو جدية في محاربة الفساد كان عليه أن يبدأ بهذه المفاصل الثلاثة. مسألة أخرى، إذا كان نعود إلى المرجعية القانونية التي انطلق منها السيد يوسف الشاهد في إعلان عربي في إعلان حربه على الفساد، الفصل 5 من قانون 78، هذا الفصل أصلا مخالف لدستور جان في 2014، بذلك ما بني على فساد فلا يمكن أن يحارب الفساد. يعني في قانون الطوارئ في القضاء العسكري عم تستخدم آليات قديمة لمكافحة الفساد. المسألة بأكثر وضوح، هذه مسألة لتصفية الحسابات وليست مسألة جدية في محاربة كل هذه الاتهامات. سأترك لكم الرد عليها، لكن مشاهدينا نتوقف مع فاصل قصير ونعود. أهلا بكم من جديد، نتابع نقاشنا حول مكافحة الفساد في تونس. أستاذ محمد، ما أبرز الملاحظات على مداخلات الضيوف؟ أبرز الملاحظات اللي استخلصتها يعني من التدخلات هو أنه مجهود مكافحة الفساد منذ 2011 مر ثم 4 مراحل. التجربة الأولى هي تجربة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة مباشرة بعد الثورة، واللي اللجنة هذه عملت إحالة إلى القضاء 459 ملف. لحد هذا اليوم ما لقيناش يعني نجاعة على مستوى القضاء في إصدار الأحكام بخصوص هذه الملفات. ولا ملف من ال 495؟ بحدود 10% من هذه الملفات تم الفصل فيها، والبقية لا تزال ثورة التحقيق. نعم. وتراوحت بين أجهزة المحاكم و يعني مراكز الشرطة والحرس وإلى غير ذلك، وبعض الملفات لا تزال في مراكز الشرطة في طور البحث الابتدائي. هذا يطرح التساؤل، علاش من 2011 ل 2017 الملفات هذه قاعدة تتراكم. المرحلة الفكرة الثانية هي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أتت بعد اللجنة الوطنية للتحصن. هذه اللجنة بدورها شهدت بعض الصعوبات ولا تزال تشهد بعض الصعوبات في أدائها، ناتجة على العوامل الموضوعية، على غرار عدم إصدار الحكومة لنص الأمر المتعلق بأحداث جهاز الوقاية والتقصي داخلها، وهذا مع ما أعاق عملها وفاعلية يعني على كل حال. رغم ذلك، رغم الصعوبات الكافية للهيئة، نعم الهيئة عندما يعني انطلقت في العمل كانت رصدت لها مبلغ ميزانية يقدر 300 ألف دينار لا يكفي حتى لإقراء مقرها، ثم شيئا فشيئا إلا في 2015 و2016 تركز الاهتمام نحو هذه الهيئة ورصدت لها ميزانية نوعا ما مقبولة، ولو أنها غير كافية في حدود 1.7 مليون دينار للقيام بها مهمة، لكن هذه الهيئة في حاجة إلى الدعم، خاصة وأن المشرع أعطاها صلاحيات جديدة على مستوى حماية المبالغين على الفساد، ويعتزم المشرع كذلك أعطاء صلاحيات جديدة على مستوى في مراقبة التصاريح بالمكاسب يعني في عند بعد صدور القانون الجاي. يعني اللجنة ثم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الحلقة الثالثة هي القضاء. القضاء التونسي تحدثنا عنه، يعني هو قضاء بيدو، هو جسم خرج من الثورة، خرج من يعني المرحلة هذه، في مرحلة الانتقال هي بيدو جسم عليل، فيه عنده برشا صعوبات، كانت هنالك أزمة، هنالك ثم من يتهم القضاء يعني بعض الفساد داخل أروقة القضاء، هنالك نقص وتقصير. هنالك حسب ما قال الأستاذ حسن، لا لم يقع أعطى أهمية قصوى للقضاء ولتمكين القضاء من القضاء من الإمكانية المادية والبشرية حتى يتمكن من القيام بواجبه. للأمانة الدستور التونسي هو الذي أسس لقضاء مستقل على خلاف ما كان يعني في السابق، ثم انه في الحقيقه والامانه رغم اني انا قاضي غابت عن القضاة التونسيين بعض الشجاعه والجراه في معالجه ملفات الفساد. النقطه الثالثه هو هياكل الاخرى التي تدخلت في ملفات الفساد، هي هياكل الرقابه على غرار جميع الهياكل الموجوده في الوزارات. هذه الهياكل ظلت تعمل في تهميش، لم يقم حتى لم تقم حتى حكومه ب إدخال دم جديد على هذه الهياكل لغاية إضفاء النجاعة والفاعلية. ثم لجنة التحالي المالية، مؤسسة المكلف العام، كل هذه الهياكل، بل بالعكس لاحظنا في بعض الأحيان تداخل وتنازع في الصلاحيات وغياب كل التنسيق بين هذه المؤسسات. المؤسسة الثالثة اللي حنحكي عليها هي حرب
حكومة يوسف الشاهد على الفساد. هذو من المراحل الرئيسية. الحرب هذه استبشرناها بها كما الناس كل قلنا أي بعض على الأقل هي الحكومة الوحيدة التي تجرأت وعلى وقامت ببعض الإيقافات، لكن هناك من يقول أن هذه الحرب انتقائية وهي متقطعة وغير متواصلة ونحن ننتظر منها الكثير. على كل حال هي بادرة، احنا ما زلنا ما حناش راضين عليها، يعني الناس كل ما ثماش اجماع حولها، ثم انتقادات، لكن على كل حال يحسب لهذه الحكومه انها انطلقت في هذه الحرب والتي لم تتجرأ عليها الحكومات السابقه. نعم. ثم ان هذه الحكومه تزامنت مع اصدار بعض النصوص للامانه، يعني هنالك التسريع في بعض النصوص التشريعيه التي صدرت في عهدها. عموما المشهد، يعني عموما هذا هو المشهد اللي استخلصته من مجمل تدخلات السيد الحاضري. استاذ محمد العيادي يقول بانه يعني على القليل هذه الحكومه قامت بالمبادره لم تقم بها الحكومات السابقه، رغم قال انه في انتقادات لعملها. لا، هو يقصد فيما يتعلق بما سمي بحمله مكافحه الفساد. في غيرها فسرت لك، فما نصوص تعملت قبل هذه الحكومه. نعم، نتحدث عن حمله مكافحه الفساد جيده، يعني اذكر اني كنت اول الداعمين لها في 24 ساعه الاولى بدون تفكير، ولا احتاج التفكير اطلاقا. ولكن غيرت رايك؟ لا بدون تحت تفكير، لانه يعني داخليا نرى انه ليس شخص المناسب لمقاومه الفساد، لكن من العيب اخلاقيا شخص المناسب قلنا ساعتها داخليا اقصد السيد يوسف الشاهد داخليا كنا نقول انه ليس شخص مناسب، ولا نصدق انا شخص من ندية تونس مع كامل احترامي لكل المنتمين ندية تونس، شخص من ندية تونس في تصورنا نحن لا يمكن ان نقاوم الفساد، باعتبار ان كثير من المنتمين لهذا الحزب مورطون في الفساد، مقربون من رئاسه الجمهوريه مورطون في الفساد، هذا موجود حاليا حتى في وثائق معناها تتعلق ببعض القضايا. وبالتالي قلنا يصعب ان يكون هذا هو الشخص، ولكن وماذا لو كان هذا الشخص؟ ما الذي يمنعه؟ هو في شخص يوسف الشاهد ليس معروف عنه انه فاسد. ربما انا لا اثق في معناه في احد معناه بدرجة 100%، لكن لا اعرف عليه انه فاسد. لم ياتي يوم شخص معين قال هو فاسد. وبالتالي ربما يوما ما فكر قال ولما لا تخلص من هؤلاء الفاسدين بما في ذلك الذين في حزبي. واكثر من ذلك حتى لو كذبناه 100% اخلاقيا عندما يخرج شخص يقوم بما كنا نطالب به منذ 6 سنوات او 7 سنوات، يعني منذ حصل الثوره قاوم الفساد، يذهب في المقاومه فنقول له لا كان يجب علي ان اخرج واقول سنجعل منه زعيما حسب رايي، او سندعو لكي يكون هذا زعيمنا في المستقبل اذا نجح فيما فشل فيه ما ندعى انه من المناضلين، وهو بالفعل مناضلين، مثلا ترويكا من المناضلين، جربوا السجون ولكنهم لم يقوموا بهذه الحمله. وما لا يعرفه كثير من الناس ان الترويكا عندما بدات في الانقسام على الاقل خروج المؤتمر الجمهوريه كانت هناك بعض المطالب من بينها ايقاف زيد وعمر، هذا ما لم نقوله ساعات الوسائل الاعلام، لكن كان لدينا مطلب ملح في ايقاف زيد وعمر حتى نبقى معهم في الحكومة، غادرت أنا شخصيا حتى نبقى معهم في الائتلاف، هذا ما قدمته في وقت من الأوقات باسم المؤتمر الجمهوري. عندما يقوم بذلك رئيس الحكومة فأهلا وسهلا، لكن عندما ننتظر بضعة أشهر ونتأكد أنه تردد، أولا يعود بالولايات المتحدة الأمريكية فيقوم بتصريح، هو في الواقع أنا لست في حملة لمقاومة الفساد، حملة لمقاومة الفساد هي مجهود متواصل. كنا نعتقد انك في حمله تستعمل قانون الطوارئ وفي مده زمنيه صغيره وتعتقل الناس ليلا، وهذا ما نطالب به لان على درجه كبيره من الخطوره هؤلاء الفاسدون، من العادي كان يذهب الى بعض الاجراءات الاستثنائيه ويطبق القانون على الجميع، ساعتها سيجد الامن متحمس، سيجد الحرس نفس الشيء، الجيش اذا ما دعاه للتدخل في بعض الوضعيات سيجده كذلك، القضاة عندما يعلمون ان هناك حمله سيتحركون، الان امامهم الاف ملفات الفساد. ملف عادي عندما تبعث الحكومة بملف معين عن طريق وزارة العدل إلى آخره أو المكلف العام إلى آخره يصل القضاء، فهو ملف من بين ملفات الفساد، لكن عندما يعلمون أن هناك حملة جدية لمقاومة الفساد فإنهم سيتحمسون، نحن نحتاج لمنطق الحملة. قال هو على كل حال ليست بحملة، وجهة نظر، لكن ماذا فعلت بعد ذلك؟ كثير من رموز الفساد، يعني هل من المعقول انا ادعي اني اعرف كثير من قضايا الفساد، لكن لا يمكن ان تكون بين يدي وثائق كهاتي، رئيس الحكومه هو الذي يتحكم في وزاره الداخليه، ويستطيع ان يحصل على كل الوثائق من وزاره الداخليه، من وزاره العدل، من وزاره الماليه، من الديوانه، من البنك المركزي، كل المؤسسات تخضع لرئيس الحكومه، وبالضروره ستعطيه كل المعلومات، ومن اوقع رئيس الحكومه في خطا فما عليه الا ان يعزله بجره قلم. إذا من المفروض أن هذا الشخص هو مطلع أكثر منا على ملف الفساد، كان عليه أن يذهب على الأقل في ضرب الرموز. أنا لا أتحدث عن قضايا الفساد البسيطة، هذه تدخل في المجهود العادي لمقاومة الفساد، لكن قضايا الفساد الكبرى وقلنا له يجب ضرب بعض السياسيين، هاي المشكلة في تونس الآن. ليس الشخص المناسب كما قلت في البداية. لا عفوا، قلنا في نقاشنا الآن أعود فأقول أنه ليس شخص مناسب. طيب. تاريخيا أقول لك ما لي كملخص، في شهر ماي عندما أطلق هذه الحملة قلنا في نقاشاتنا الداخلية نعتقد أنه ليس شخص مناسب، لكن أخلاقيا غير مقبول أن تقول أنه هذا غير الشخص المناسب، اذهب يا سيدي ونحن معك،
هذا واجب أخلاقي وهذا ما قمنا به. نعم. بعد أشهر تبين أن هذا التحليل الداخلي والذي هو منتشر في حقيقة الأمر لدى كثير من التونسيين هو الذي ظهر أنه صحيح. قلنا يا سيدي هاتي لا تسمى حملة. خرج هو نفسه كما قلت لك معنا عند عادة من الولايات المتحدة وقال هي ليست حملة وإشارات عادية. وتوقف لا تسمى حملة. وفي يعني هجوم على يعني كما لاحظت على يوسف الشاهد بالتحديد. يعني كما حتى يوسف الشاهد أنيس يوسف الشاهد ذكر قبل الفاصل خلاف لما يتصورون. ايه؟ يعني الحملة لم تشن ضده من المعارضة. طبعا بعض المعارضين لسبب او لاخر ربما يراه منافسه وخير مساله تعني السياسيين الذين يرون السياسه كرسي اليوم ليست قضيتنا نحن اساسا. فعلا لا اعتقد انه شنت حمله اكبر حمله شنت ضد يوسف الشاهد من داخل حزبه وخاصه من بعض نواب البرلمان. معلوماتنا وهي دقيقه جدا ان بعضهم ارتعد خوفا اعتقدوا انه سيطبق عليهم القانون. يعني من يعني من يعني باختصار من اخذ هاي الاتهامات لك لا الاتهامات لم اسمي اشخاص ولكن بعض نواب نداء تونس الفيلات البرلمان التي تحصل عليها البعض. خليني اسمع جوابه. المبالغ الماليه التي تحصل عليها البعض من ميليشيات ليبيه ويوسف الشاهد يعرف ذلك. صفقه السلاح منذ اسبوع توفي شخص في الوطن القبلي برصاصه من سلاح معين كان نتيجة صفقة فساد. ألا يذكرك شيء يذكرك ذلك بشيء في التاريخ الملك فاروق والكلب عليه إلى آخره. لا نريد أن نصل لهذا المستوى المتدني في تونس. هناك أشخاص ماتوا من جراء صفقة فساد ويوسف الشاهد ولدي معنا من يعرف ذلك جيدا بلغوا هذا الملف ولم يحرك ساكنا لأن المورط فيه قريب من الرئاسة. هذه مشكلة تونس. تربصية جدد الذين اقتلعهم التونسيون يوم 14 عادوا في وجوه متعددة. بدي اسمع ردك على ما قاله السيد محمد أيضا ردك على ما قالته انتصار حملة من الاتهامات فيما يخص يعني أنتم بالبرلمان عم بتقروا تشريعات لمكافحة الفساد بنفس الوقت كان في مصادقة على المصالحة الإدارية كما ذكرت. أيضا في اسم لشخصية معروفة كانت في تقرير لجنة تقصي الحقائق بعدين لاحظت ولاحظنا أنه صار متحدث باسم نداء تونس. أجوبة سريعة ورد سريع على كل هذه الاتهامات تفضل. هو في البداية هو مش متحدث باسم حركة نداء تونس عنده خطة أخرى لكن اليوم بالإعلام. لا مش مكلف بالإعلام. شو صفته؟ هوش مكلف بالإعلام هو مكلف بالسياسات. أما أحنا اليوم يظهر لي خذينا ما معناها المنظمات والمجتمع المدني خذها منصب القضاء وهذا الإشكال اليوم فما خلط أنه الإنسان ينصب نفسه في نفس في مستوى أنه هو اللي يحكم على الملفات من بدون قضاء وهذا الأكبر إشكال صار في تونس لأنه ما نجم نحكيه على متهم إلا ما يكون فما قرائن فما أدلة فما قضاء فما إذا كان اليوم نقر أنه ما عادش عندنا إشكال اليوم سكيزوفرينيا اليوم سمحني أنه فما خطاب وخطاب مضاد اليوم نحكيه على سلطة قضائية مستقلة وهذا ما جاء به الدستور وما وقع معناها تكريسه من خلال المسألة القضاء ومن ناحية أخرى نحكم أحنا قبل القضاء ونتهموا في العباد ونصدروا في اتهامات وكنت نتمنى حاجة أخرى أن يكون اليوم معناها خطابنا أو لقاءنا اليوم ونقاشنا مبني على وقائع مش مبني على أخبار من صفحات التواصل وأخبار صفحات التواصل سامحني سيدي له الأخبار سامحني عايشك أنا ما قطعتكش لا ما قطعتكش يا عايشك لا لا أنا نحب نكمل فكرتي اللي فيه تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة اللي فيه في آخر الكتاب نلقاو فما ديزاين اللي متعلقين بالوثائق المدعمه لما جاء في التقرير انا ما اكدتش انا قلت خليني اكمل فكرتي مثالش خليني اكمل فكرتي انا كنت نتمنى من المجتمع المدني خاصه ونحن نحكي على المجتمع المدني لكن للاسف المجتمع المدني اليوم كله مسيس كله عنده تقارب من احزاب سياسيه كله عنده معناها لقاءات سياسيه عنده قرب فكري سياسي عن أي حزب لا شوف خليني اكمل لانه انتم اليوم تحاسبون الناس الموجودة اليوم في الحكم على 7 سنوات وهو ليس صحيح فالفترة مقسمة نتحدث عن الترويكا التي كان السيد محمد عبو جزء منها حب أو كره لأنه في بدايات الترويكا هو نجاحه في المجلس التأسيسي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وكان رئيسا للجمهورية ورئيسا مؤقت ماذا فعلوا مع الشخصيات التي ذكرت ماذا فعلوا في المؤسسات ماذا فعلوا مع هيئة مكافحة الفساد التي كانت تأخذ 200 و300 ألف دينار في السنة أصبحت الآن في 5 مليون دينار تصحيحا سي محمد وهذا بإقرار من السيد خلينا بالمرحلة الراهنة خليني سأتكلم على المرحلة الراهنة أنت سأتكلم على المرحلة أنه لم يصدر قرار من أو حكم من القضاء بخصوص ما بعرف حتى صفته او ماذا يشغل الان في نداء تونس عضو مكتب وطني مكلف بالشؤون هذا بالنسبه لهي النقطه. النقطه الاخرى فيما يتعلق بالمصالحه الاداريه وايضا فيما قالوا
استاذ محمد بخصوص انه في ايضا نواب داخل نداء تونس شنوا حمله من الانتقادات وهجوم على يوسف الشاهد؟ اعطيني جواب على هذا. نجاوبك على هذا، هي قراءات، وكما قلت انا كنت نتمنى انه نحكيه في وقائع صحيحه، في اشياء صحيحه، في اشياء اني صارت على ارض الواقع. والسيد محمد عبو يتكلم على انه على معناه انه معلومات ثابته انه نواب خايفين، وانه نواب قريب يقول يهمنا انه فما نواب غادروا ارض الوطن، مش هذا صحيح. هل هي مجرد اشاعات؟ هذا اكثر من اشاعات، او مش نعطيك اكثر من هذا. احنا في حركه نداء تونس وفي مناقشه قانون الاثراء الغير مشروع وتضارب المصالح، كنا طلبنا، لانه احنا مانيش احنا اللي حدينا الدستور، لانه احنا ما كناش موجودين وقت عمل الدستور، لانه احنا لا كنا معناها ممثلين بقله قليله بثلاثه او اربعه نواب انتموا في ذلك الوقت الى نداء تونس، لكن احنا طلبنا بالمفعول الرجعي، طلبنا بالمفعول الرجعي، لانه احنا ندرك جيدا الاثرياء الجدد اللي حكى عليهم السيد محمد عبد، وفهم قيادات في الحزب اللي كان ينتمي له زاد هو، قيادات اليوم عندهم معناها علامات نتاع اثراء كبيره، ولكن لا حسيب ولا رقيب، لانه الفصل 28 من الدستور يمنعك من انك تعود بالمفعول الرجعي معناها ما تنجم تحاسب انسان الا بقانون موضوع بعد. بعد اللي باش المجتمع ما يغلطش. لا نحكي على حزب المؤتمر اللي اصبح الان حراك شعب المواطني. انا اسمي نحن في التيار الديمقراطي. نحكي لانه لا انا في التيار الديمقراطي اي واحد جي شبه ضده جات حد شكايه ضده الحقيقه في منصب متقدم شويه وقعت مطالبته بالاستقاله، مجرد شكايه بسيطه بعض الناس يروها مدنيه اكثر من الجزائر. احنا نذكروا كان تحكي على سيبير، كان تحكي على سيبير مقدمة عملتها لك، انا مانيش مضطر انا باش انتقد صحابي الى اخره. سيبير انا انتقدته قبلك انت وخرج منه سيبير وانا مين عام. خلينا نكمل سي محمد باش نحكي على القانون، قانون المصالحه الاداريه. لانه فشل هيئه الحقيقه والكرامه، لانه خلينا نرجعوا لمنظومه الانتقال الديمقراطي والعداله الانتقاليه، فشل هيئه الحقيقه والكرامه في أشواط متقدمة من العدالة، من العدالة الانتقالية، وفي تحقيق يعني قانون المصالحة الإدارية جاءت بسبب فشل أكيد، لأنه ممارسات خلال المرحلة الانتقالية. مش نعطيك معلومة، لأنه الناس كل تمر عليها المجتمع المدني أدي حالة معلومة تمر عليها كل المصالحة الإدارية. مش كل المجتمع المدني، فما جزء من المجتمع المدني، علاش نقولوا كل المجتمع المدني؟ كان في إجماع. لا ماهوش إجماع، إجماع في عندي مجتمع مدني واحد جاي ضد مع قانون المصالحة الاقتصادية. مثال على مجتمع مدني واحد جاء مع قانون المصالحة. فما العديد، انا ما نستحضرش الاسماء، ما فما العديد. انا باش نقول لك نسمع المداخلات ايضا من لارا. فما عندك بعد نقطه؟ مازال عندي نقطه، يعني نقطة انا ما جاوبتش، لانه انت اعطيت ما اعطيتني اقل من وقت، والتفاعل نتاع الاصدقاء لارا وماهر كمان التفاعل الاصدقاء عندكم ملاحظات على ما جاء. هيئه الحقيقه، نرجع لك الهيئة الحقيقه والكرامه. كل انسان اختلس اموال، اختلس اموال، واحنا نصين عليه حتى في النص انه اللي تمتع معناها باموال وتمتع ب يعني ما يدخلش في قانون المصالحه الاداريه، اما الناس اللي تمتعت بالاموال ونعرفوا في الجلسات الصلحيه تو مع شكون قاعده تصير في هيئه الحقيقه والكرامه، الناس اللي تمتعت بالاموال واختلست الاموال بمجرد تقدم مطلب معناها مصالحه لهيئه الحقيقه والكرامه يرفع عنها كل التتبعات القضائيه. نرجع لك المعلومه اخرى قدمتها الاستاذه وماهيش صحيحه، هو القطب القضائي المالي واللي كانت معناها انجازات مجلس نواب الشعب الحالي اللي كان فيه 6 قضاة اللي كان فيه عندهم ملفات ماهيش ملفات في ذات الاختصاص، اليوم تنحات الملفات. نعلمك يا استاذه انه منذ مده تنحات الملفات هذيا، كانوا 6 قضاة اصبحوا اليوم 20 قاضي. صحيح اليوم الامكانيات، فما انتدابات باش تقع باش تصير في الفتره القادمه وهذا اعلن عليها حتى السيد رئيس الحكومه، لكن الاخلال والا تحدثنا على هانات في السلطه القضائيه، اليوم نحكيو على باب كامل، السلطه القضائيه راهي قضاء مستقل، يا اخي رئيس الحكومه عنده صلاحيات باش يفرضهم على القضاء، رئيس الحكومه استعمل قانون مهجور صحيح من سنه 78 لكن اضطر لاستعماله لانه ما كانش فما تجاوب كبير من السلطه القضائيه، لانه خضعت لتجاذب، لانه اليوم نتكلموا على السلطه القضائيه المجلس الاعلى للقضاء، نعرفوا انه في فتره ما زاد هو خضع لتجاذبات كبيره لانه فما اطراف ممكن ما قديش انه يتنظم المرفق القضائي. استاذ محمد تفضل. هو الحرب على الفساد ما يلزمش تقترن شخص
وما يلزمش تكون يعني لا حرب يوسف الشاهد او غيره، هي حرب الدوله على الفساد. جميع مؤسس الدوله يجب ان تنخرط في هذه الحرب. حتى السيد يوسف الشاهد فيدو قال مش حربي انا اخي، حربي انا، يلزم القضاء زاد يبادر، يلزم مؤسسات الدوله تشارك ويكون ثم تنسيق وفاعليه في بيناتها. وحتى الانتقادات اللي توجهت للسي يوسف الشاهد في خصوص تعامله مع حرب على الفساد، حتى من نواب حركه النهضه ومن نواب النداء وجهوا له انتقادات، لكن مش على خاطر اطلق الحرب، ولكن على الطريقه اللي اعتمدها. يمكن ثم بعض النواب قالوا انه كيف يقع الالتجاء الى قانون الطوارئ، ما اعتبروا أن الطريقه هذه ماهيش هي الطريقه المجديه، وانما القضاء هو الذي يجب ان يبادر بالقيام بهذه الايقافات. هذاك علاش بعض النواب في النداء خاصه، وفي حتى في سمعت حتى بعض المواقف من حزب النهضه يعربوا عن استيائهم من الطريقه المتبعه من طرف يوسف الشاهد في التجاؤه الى قانون الطوارئ. بالنسبه للمجتمع المدني، المجتمع المدني في تونس هو عنصر قوه في هذه الثورة، في هذا الانتقال الديمقراطي، وكان له تأثير كبير في صياغة هذا الدستور وصياغة الدستور، وكذلك في قانون المصالحة الاقتصادية، بأن مر به من قانون يشمل جميع رجال الأعمال المتورطين في انتهاكات الفساد المالي إلى أن يقتصر على الإداريين فقط، وهذا كان بفعل ودفع من المجتمع المدني. إنجاز من المجتمع المدني. نعم. المجتمع المدني، نعم. يعني حتى إذا كان ثم بعض مكونات المجتمع المدني صار فيها يعني بعض التجاذبات ولا بعض الإفراط ولا كذا، لكن أنا نعتقد أنه يجب دعم هذا المجتمع، نعم. وحتى الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد تقول أنه راهو المجتمع مكافحة الفساد لا تنجح إلا بدعم وتقوية مجهود المجتمع المدني. نعم. لا راك تفضل. نحب نجاوب زميلي في المجتمع المدني اللي ذكر انه الحرب على الفساد هي تصفية حسابات، وذكر ثلاثة مستويات، منها المستوى السياسي اللي نحب نجاوبك عليه. بالنسبة للمستوى السياسي، الإيقافات الأخيرة شملت رجال أعمال من أول ممولين الحزب اللي أنت ذكرت انه ينتمي له نداء تونس. هذه نقطة تأكد جدية وحزم السيد رئيس الحكومة على معناها فرض القانون ومعناها تطبيق القانون على من كان أي صفة معناها بتاع أي شخص مهما كانت مرجعيته الحزبية. فما نقطة أخرى ماذا بيا نحب نقولها. طالما لارا عم بتقولي إنه يعني هؤلاء الأشخاص ومنهم شخص يعني معروف هو أهم ممولي الحزب النداء، ذكرت هذه في وسائل الإعلام، ممكن تفسريلي يعني ما الهدف من ذلك؟ ليس هناك صراع أجنحة أو تصفية حسابات داخل الحزب؟ لا، أنا مانيش نحكي على مستوى الحزب أو داخل الحزب، أنا نحكي على تصفية حسابات خارجية. هو ذكرها انه رئيس الحكومه له تصفيه حسابات، وانا منها اكدت له انه الايقافات الاخيره اللي شملت رجال الاعمال مرجعيتهم الحزبيه نفس مرجعيه الحزبيه للسيد رئيس الحكومه، وذي اكد جديه موقفه وحزمه. وفما نقطه اخرى حبيت نقولها لسي محمد عبو، اللي انا شفت تصريح ماهوش بعيد برشا، ما عندوش مده، اللي قلت انت انه رئيس الحكومه السيد يوسف الشاهد هو الرجل الاقوى، وهذه معناها تتاكد الاضطراب شويه. نجيبك شويه. اي انا ريتها الرجل الاقوى كلمه كبيره. الاضطراب في الصحافي ولا في المتلقي؟ ما نعرفش، ما نحكي على روحي انا، لاني صحافي لاني متلقي. هو رجل اقوى، معناها رئيس حكومه هو الاكثر صلاحيات وفق الدستور. ممكن يطلع على كل يعني يكون عنده صلاحيات النفاذ لكل الملفات. لا، معناها رئيس الحكومه في الدستور التونسي هو الرجل الاقوى، سواء كان اسمه يوسف الشاهد ولا غيره. اذا هو ما نجحش، المشكلة مش في الصلاحية، دستوره معاه، رئيس جمهوري فينا المو، خليك من الواقع نتاع تونس اليوم وسي الباجي قاعد السبسي يتدخل وكذا في أمور جو صلاحية. الأصل كون رئيس حكومة هو الحاكم الفعلي. والبرلمان وينو سي محمد؟ نعم، والبرلمان. البرلمان يراقبه كهو، البرلمان يوصل، البرلمان أنا احنا اللي نصحناه فاش سي يوسف الشاهد؟ قلنا له كي تضرب الفساد حتى كان يحبوا يتآمروا عليك الغالب هذا، ايش قلنا له في وسائل الإعلام؟ جماعة نداء تونس، خاطر هما أكثر ناس يجب يتآمروا عليه، ولا جماعة النهضة؟ الأغلبية الحاكمة هي اللي تآمر عليه، مش معارضة، نحن ما عندناش مشكل معاه، خلي يولي زعيم، ينقذ البلاد ولي زعيم، تنبطلوا السياسة، مش خدمة نحن، السياسة، ما امشي لقدام. نعم. اي حبيت نقول كي حبوا يعملوا عليه حملة، لو أنه كان الرجل القوي معاهم وحاكم البعض منهم فقط، راهو احترموه ولا واحد منهم سحب منه ثقة. طيب عم بتقول الأغلبية، بس الأغلبية الحاكمة عم تتأمر عليه، يعني حزبه عم بيتأمر عليه؟ يعني قبل الحكومة هو كان عنده بعض، هو كان عنده بعض القلق، حزبه وأحزاب أخرى، أما لا، هو فترة وفترات حب يعدي بعض الوزراء نتاعو والبرلمان، خاف قعد أشهر ما نجمش يعدوه من الأخير، لأنه سامع كونه باش يحاولوا يعنقلوه، كما توا في هذه اللحظة، فما أخبار من داخل نداء تونس، كانوا عنده رغبة بتخلص منه. فما بيانات من حزب نداء تونس مداخلة سريعة من ماهر سريعة لو سمحتوا أنيس الرسمية والبيانات، دقيقة البيانات في تونس ماهر وأنيس مداخلة سريعة لو سمحتوا، تفضل ماهر. شكرا. أنا كمتابعة للشأن المتعلق بمكافحة الفساد نجم نأكد لك، وهذا إحساسي أنا وإحساس الشارع التونسي كل، الإرادة السياسية هي فعلا موجودة. الدليل على ذلك هو استخدام
قانون الطوارئ في حد ذاته، لأنه قبيلة في المداخلة متاعي حكيت على البطء اللي قاعدة تعاني منه المؤسسة القضائية العدلية. لذلك تم اللجوء لقانون الطوارئ بما أنه الملفات ستمر. معنى في انتقادات على قانون الطوارئ لا استخدام. لكنه موجود قانون الطوارئ، وكانت هناك ما يعني فما مجلس نواب سابق وفما حكومات سابقة لم تلغيه. القانون الطوارئ تم استعماله حتى من رئيس الجمهورية السابق ولم تعملهم يلغيه. يعني هو الاستعمال لقانون الطوارئ لأننا في ظروف استثنائية، لذلك يجب استعمال قوانين استثنائية. وقد يعني نشوفوا في النجاح نتاعو فما حاجة ملموسة قاعدين نعيشوا فيها. وبالنسبة لل في إرادة سياسية وعم بتقول بعكس ما قالوا أنيس، يعني استخدام قانون الطوارئ يدل على نجاعة هذه الإرادة السياسية بالضبط، لأنه لم يكن هناك من حل آخر. طيب أنيس تفضل. فقط نحب نتفاعل مع الأخت ونقول له أنه بالمنطق معناه كلامك مردود عليك، تريدون التسويق، لأنه جدية هذه الحملة. السيد يوسف الشاهد اتخذ القرار في إيقاف جملة من الأسماء التي تنتمي إلى نداء تونس وبعض مموليها وعلى رأسهم شفيق جراي. هذا يؤكد بما لا يدع للشك أنه هناك صراع أجنحة داخل الحزب الواحد، لأنه شفيق جراي إذا كان هو ممول الحزب فأنه هناك منظومة أكبر من لوبيات الفساد، من مافيات، من داخل نفس الحزب، معناها من داخل نفس الحزب. بس الإدارة بتقول إنه في شفافية بهذه الحملة. على أي يعني حملة هي بعكس، يعني عم بتفسر بطريقة عكسية. حملة الفساد التي يحاولون التسويق إليها، أنا ربما ندعوهم إلى تغيير الشعار أصلا. يعني التضحية ببعض الديدان حتى لا تسقط الحيتان، هذا هو مربط الفرس في هذه طيب الحملة. خلينا اسمع رأي انتصار، بختم معك تفضل. في نفس الموضوع، عن أي شفافية تتحدث في الحرب عن الفساد؟ مسيش أنا واجه لك السؤال هذا وتنجم جواب. أنا قلت لك شفافية عشان أي شفافية تتحدث عنها في الحرب عن الفساد؟ موجودة في الواقع. لأنه ليه إذا نحكيو على شفافية في كل إذا نحكيو على شفافية على التواصل الاجتماعي نجم نجيبك واضحة. وين الشفافيه على سيت رئيس الجمهوريه اللي ما عندهاش موقع ويب، على مجموعه من الوزارات ما عندهاش موقع ويب، نحكي على السلطه التنفيذيه، عن اي شفافيه نتحدث؟ عن اي شفافيه نتحدث في الحرب عن الفساد ونحن ما زلنا في اطار تحول ديمقراطي؟ تحول ديمقراطي يتغير منها على مستوى التجاذبات السياسيه. اليوم كيف ما حكيت لي قبيله، يتنحى قانون، يتم تاجيل النظر في قانون الاثراء غير مشروع مقابل قانون سجل الاتباع على الامنين. نجاوب على النقطه هذه، نرجع النقطه ونشير لك لها اللي قلت راه هي قانون المصالحه الاداريه جاء نتيجه لفشل هيئه الحق والكرامه. لكن النقطه اللي تبرر سياسه مكافحه الفساد، نرجع لك قانون المصالحه الاداريه يرجع الحق من 56 حتىكش الى سنه 2011. اليوم نرجعوا القانون حمايه المبلغين نلقاو من سنه 2011، معناها رجعته كان سنه 2011. معناها الناس اللي ناضلت في فتره الرئيس السابق واللي كافحت فساد في فتره الرئيس السابق مع ميسيرش، ما عندناش معاهم حتى مشكله، نخليهم لهيئه الحق والكرامه تنتظر تبت فيهم في عقلها، مش مزروبين. اما الناس اللي مزروبين عليهم الاداريين اللي تحبوا ترجعوهم من 56 لسنه 2011، هذوك ما يصيرش نتلهوا بهم ونحضروا لهم. معناها نعطيو منحه للفاسد واللي انا منحت نعطيو، خاطر مش نجاوبك على المنحه، نعطيو حسنه للفاسد والانسان اللي كافح الفساد في فتره سابقه رغم نعرفوا الضغوطات اللي مارست عليه وناس خاصه تخدمها، ليه نخليوه يستنى. النقطه الاخرى انه التعويضات اللي باش تعطى للناس اللي تم معناها مسامحتها بقانون المصالحه الاقتصاديه، فما حتى تعويضات، فما اقتصاديه، فما تعويضات تعطى لهم، ترجع للقانون نتاع المصالحه الاداريه ونلقاو فيه انه الناس هذوما اللي رجعت معناها خلصت فلوس للدوله نتيجه معناها الحكم عليهم بالفساد، اليوم الدوله ترجع لهم الفلوس هذيا. نعم. نجم نلقاو في قانون المصالحه. شكرا لانتصار العرفاوي مستشاره قانونيه لمنظمه انا يقظ. اشكر السيد محمد العيادي القاضي وعضو مجلس الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد. الشكر ايضا للسيد احسن العماري رئيس لجنه الاصلاح الاداري والحوكمه ومقاومه الفساد في البرلمان، لارا العويني ناشطه في المجتمع المدني، ماهر الصمعي المحامي، وايضا الشكر للسيد محمد عبد
الشعب والقيادي في حزب التيار الديمقراطي المعارض وأنيس المناعي ناشط في المجتمع المدني. إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج جدل. بإمكانكم إبداء آرائكم ومقترحاتكم على عنوان البريد الإلكتروني وعلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.